كيف ما قلت لكم قبيله باش يكون ضيفي فنان شاب قاعد يخدم في خدمه مزيانه موزيك وقاعده تعمل في نومبر دو فيو محترم تبارك الله عليه كل اغنيه قاعده تثبت في وجودها قاعد يكون في جمهور كبير لي ان شاء الله يكبر كل مره الزهري نساني نسيت العربيه الشيخه طامع في العالي هذم الكل كانوا الانتاجات نتاع اليوسفي اهلا وسهلا مرحبا مرحبا نورتني والله الحمد لله انت صح ويلك قرب لي الميكرو باش نسمعك خمسه على خمسه صوتك يبدا هايل مريقلك هكا مريقل بالقدا صح ويلك والله الحمد لله لاباس عليك انت والله الحمد لله كي هكا سميت لك الاغاني نتاعك كي تقول انا عملت الاغاني هذوما في وقت قصير ولا في وقت طويل عليه يا اخي كل حاجه تاخذ وقتها في معناها فما حسابات في الاغنيات فما ريشيرش فما استراتيجي زي معناها مش باللازم معناها نبدا نهبط انا كل شهر فما ديما حساب كل غنيه عندها وقتها كل غنيه لازم تاخذ وقتها وديما كنت تسمع بالكدا باش حقها ما يتاكلش وتجي الغنيه اللي بعدها باش تاخذ حق عكس لي رابور اللي الاغلب يبداو يمشين في استراتيجي كل شهر غنيه ولا كل جمعه غنيه يخدموا في ريتم اكسيليري صحيح فما شكون اما كل واحد وخدمته كل واحد كيفاش يحب يوصل موزيكته للناس مش بن معناها باللازم يكونوا كل كيف كل واحد كل شهر نجم تهبط غنيه بعد عام وتمشي لك خير من اللي كل شهر ساره كي سميتك قلت لك رابور وانا نعرف وشفتك مع الهيدي زعيم قلت ما عادش انا مانيش رابور انا ارتست هاي بتبع مانيش رابور ما نحبش نتحسر في لون معين نتاع موزيكا مش نتحسر في مش نتحسر نعمل كراب هو راب معناها برشا يعملوا في راب وتبارك الله عليهم اما عندي صوت نجم نعمل شو في الشو نرتاح اكثر مسيب نجم نعمل برشا حاجات في الشو ما نتحسرش في كرابير ونتحسر مع احتراماتي يعني الرابيرات كل هو اكيد تجي تشوف اليوسفي على باز رابير على باز رابير من بعد تنجم تعمل الوان اخرى مختلفه بتبقى. تغني فيهم تغنيهم بلوتو اليوم الراب هو اللي طاغي حتى وانا نحكي مع منعم تحيه كبيره ليه اللي بحضينا البر قلنا الراب اليوم هو اللي ماشي للجينيراسيون الجديده الاكثر تسمع راب دونك انت كي عندك لو دوم تاع انك تعمل راب علاش ما شديتش في الحاجه اللي ماشيه اليوم واللي هي ناجحه خي علاش باش نشد في حاجه انها معايا ما مشيتش كعملت شو تبارك الله معناها لعبت خطر توا شو هو اللي داخل العائلات هو شو اللي تسمعه يسمعه صغير كبير اي واحد معني عادي تجي تحط قدام عائلتك شو خير ما تحط راب يبدا فيه كلمه زياده يبدا فيه ما تبدل تورا فما انتقى كبير فما الراب اللي يسمع عند العائلات كلها رابيرت كلها راه اشترها ولات معناها اشترى نتاع ولا يميلوا كل الشو خاطرك تشوف برشا معناها فنانين عملوا شو وطلعوا تبارك الله معناها اليوم نعتبروك انت من لا نوفيل جينيراسيون من الفنانين الشبان اللي طالعين دخلت للفن من وقتاش يوسف والله 2014 انا مغروم من قبل اما 2014 وقتها تاع انسان يهبط كل مره موزيكا كيكا من انسان قاعد يتعلم كنت ديما نهبط حتى كشي 2020 تعرفت على منعم وبدينا نخدمه خدمنا عام كامل و 2021 بدينا نهبطوا بلا منعم اكتشف المواهب اكتشفت موهبه اليوسف في منعم تحيه المنعم تحيه كبيره لي دونك قال انا باش نتبناك فنيا اي ومن وقتها ابتدى المشوار على راي ام كلثوم على حسابات الكل جد بالضبط ولا عبد الحليم شو انا ام كلثوم عبد الحليم ابتدى المشوار باهي لكن الترشيقه الكبيره خلينا نقولوا كانت معك لاي بي بي جي في الشيخه غادي وين اسم اليوسفي هكا تعرف اكثر وتشهر بتبقى. اكثر نعرفوا اللي عنده فان بيز كبيره الكلاي بي بي جي عنده شين يوتيوب كبيره كيف تحيه كبيره لي وتحيه كبيره للكلاي على خاطر وقت اللي يلقى فنان صغير مازال كي بادي في مشوار نتاعه يعطيه كمان ان كود ما اللي هي ماهيش عند الفنانين الكل كيفاش اللقاء احكي لي كيفاش كلاي بي بي جي كلاي فماش ما اعز من كلاي في الدنيا تاعي انسان بسيط يعيش كيف وكيفك معناها يعاونك يقدم بيه معناها انسان مش شكل كيف برشا عباد ماهوش متكبر معناها ماهوش متكبر جمله انسان باهي هو ديجا الموزيكا ديجا حكيتها دخل الاستوديو اسمع الرفران عجبه ديجا هو معناها مهبط تيتر ورده الموت كان برشا عباد يعرفوه نفس معناها الحكايه اللي تحكيت معناها نتاع انسان ممحون وتبع طريق ربي ونحل الحاجه هذيك يعني عديت مساج باهي انت ديجا في الاغنيه وي برشا المساج
واللي هي الحاجة المزيانة في الموسيقى متاعك انك انت تعدي ميساج بوزيتيف بتتخ للناس اللي ما سمعتش اليوسفي في الشيخة بار اكزامبل كيفاش ملي كان في ثنية غلطة ولا في ثنية صحيحة ديجا انت تنجم هكا تموتيفي الشباب انه يمشي في ثنية صحيحة اي لازمك هكاكا ما لازمكش انك تشجع الحاجة هذيك تو الحاجة هذيك باش تضر تجي انت تشجعوا عليه حتى ربي ما قالش به شنو وصلوا ميساج فما برشا اغاني هكا يوسف اي فما برشا اغاني فما برشا اغاني يشجعوا على الحاجه هذيك هما يشجعوا ربي معاهم انا ما نحبش نركب دموع فوق ظهري برافو والله يعطيك الصحه عطيه ميساج بيه هكا اللي قبلوا قبلوا تبع طريقه وما قبلوش مانيش انا معناها المعلم ولا حاجه اما ليه فتره عشتها حكيتها للناس برشا عباد والله فهم برشا عباد حتى في حومتي حي خضره كل شيء تحيه لهم برشا عباد حتى كي سمعوا الحكايه هذيك اشترها نحا نحا تبع الطريق معناها ريتك توصل ميساج هكا باهي محليه العباد تريسبكتيك خلينا نحكيو كارتيغ تابل شنو هي اللي انت كنت ماشي فيه باش الناس يمكن اللي ما فهمتش وبعد انت ربي تابع عليك نفس الموضوع ما يسالش قول خلي اللي ما سمعش يسمع والله كاي شاب تونسي ميل على الطريق وتصلحت عملت مشيت عملت عمره بديت طريق سليط عملت عمره طريق ربي والحمد لله جاوي به يعطيك الصحة خاطر ما نحبش نحكي خاطر ان شاء الله ربي ما تشرفش الحكاية لا بالعكس انت كنت الحاجة اللي تشرف لي انا بعت على الطريق هذاك اكزاكتومون الحاجة اللي باهية والحاجة الاكزامبل باهي انه اليوسفي معناها عادي اي انسان ينجم يغلط وينجم يتصلح وينجم يرجع للطريق الصحيح وهذه الحاجة الباهية وانت اعتبرت انه الفن رسالة انك انت توصل مساج بوزيتيف للناس دونك الكلايبي بيجي حسيت فما نقطة تشابه بينك وبينه في وردة الموت وغنية الشيخة حسيت الحكاية وحكاية كلايبي بيجي تشابه لبعض خاطر نفسي صار على كلاي صار علي أما هو سبقني كيف هو ما خاطر هذيك هي راه باش تمشي في طريق اليوم ما تبش تقعد ماشي في طريق الغلط شي نهار سي بون يز كيف كلاك لا عنده ديجا نعرفه كلاي معناه اي كان في طريق غلط سي بون معناه الراجل يسالي وجاوب بيه وتبع في طريق ربي والحمد لله والشيخة عملت ملايين المشاهدة نجحت بالكدي لكن علاش ما عملتوش الرتور من بعد علاش ما عملتش اغنية اخرى مع كلاي بي بي جي ان شاء الله ان شاء الله فما منه فما مشروع انه اغنية باش تكون نحن نقولوا كان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون هذايا عرفتي يموه يموه يوسف ما يحبش يقول لي صحيح ان شاء الله في البي ولا ان شاء الله ليه فماش ان شاء الله في البي بالطبيعه ان شاء الله باش تكون فما اغنية بخلاف كلاي بي بي جي وانت قبل ما تعمل الفيتورينج مع كلاي بي بي جي خممت انه انت تعمل فيتورينج مع فنان اخر يمكن انت شبه لك ولا تحس روحك ينجم صوتك ولا ستيلك يركب على ستيله هو فما هكا والله اي واحد يحب يخدم ويحب يعمل فيتورينج مع اي فنان معناها طالع لا ما فماش مش اي فنان فما فنان هكا عاجبك ما نجمش تو مثلا نقول لك مثلا نحب نعمل مع الفلان هذاك وفهمت ما تجيش انا عندي مثلا ديجا منعم عدنا الخطه اللي قاعدين ماشيين فيها كل شيء بالوقت باش تشوفه دخل منعم يقول لي الخطه ولا كيفاش معناها كيف منعم تعطيني الخطه معناها ليه ما تعطينيش الخطه كيفاش معناها ماشيين مع باش تعملوا دي فيتورينج ولا باش تقعد سولو فما سولو فما فيتورينج واليوم انت تقبل انه لو رابور هكا حطيت عينك عليه وطلب منك فلوس تعطي فلوس ولا لا شنو رابور رابور ولا مغني اي فنان تحب تعمل مع فيتورينج اليوم نورمالمون تبني على الكبير ليه مش حكايه فلوس اما فما نيفو تنجم توصل النيفو نتاع الفنان هذاك وتخدم خدمه مزيان علاش لازم بالفلوس في تونس لازم تخدم خدمه تعطي فلوس هكاكا تو ماشي اي فما برشا هكاكا نجم انا مثلا نجم نهار اخر نعطي فلوس فنان اما انا هاني قاعد نخدم على روحي قاعد نطلع في نيفو قاعد تخدم سولو حتى لين تولي تنجم تعمل فيتشرينغ من غير ما يطلبوا منك فلوس ولا انت ما طلبوش مني ينجم يجي نهار تولي انت تطلب في الفلوس لا علاش نطلب فلوس تولي انت اليوسفي الفنان الكبير تولي عندك نجاحات كبيره فنان صغير يحب يعمل فيتشرينغ معاه تقولوا ليه بالفلوس نجم توصل لها ولا يتقيد عليك راه هذا كل شيء يتقيد راه نعرف حطها في مخ كذا هاري خش نرجعوا قلت لك مربوطه بالنيفو هذا الكل راه انك انت تو مثلا تمشي رابير ضارب
تقول شنو انت تبدا رابير صغير باش تقول له لا معك في تيونينغ تقول لك بلاش وكي تبدا انت الرابير هذاك سي بون وصلت له للنيفو نتاعك بطبيعتها باش تمشي في تيونينغ كاصحاب وخيان علاش انا مثلا فهمت شنو نحكي لك فهمت اللي حبيت نوصله لك ولا فهمتك لازم توصل للنيفو اللي نتاعو باش تطلب منه مثلا انت وصلت للنيفو هذاك صح عليك تطلب فلوس ميسيج انا مازلت ما وصلتلكش النيفو هذاك لو كلايبي بيجي يطلب منك فلوس شنو في الشيخ ليه ما طلبش منك لو نفترض ما يعملهاش لو ليش طلب منك فلوس وقال لك نحب كان تحب تاع ماي فيتشرينغ تعطيني فلوس علاش تحط فيا في انا كلاي خاطر ما تصوروش يعمل حاجه كيف انا كي خاطر هو ديجا اقتراح يستحق كلاي حتى كان طلب يستحق لا انت صحيت هو كلاي راه معناها قيمه فنيه كل شيء يستحق اللون يحبها. اللي تقدم فيه قلت لون مختلف شام معناها اللي هو موجود توا برشا كيف برشا فنانين قاعدين يقدموا فيه شكون من الفنانين تحس انتم في نفس الستيل في نفس الجو برشا وين تنفرح فما الوتريين فما فنانين يقدموا اللي تقدم فيه انت مثلا شكون فما في جزائر فما في برشا انت ديجا مركز على المغاربي اكثر خاطر حاجه جديده ما خلت حاجتين في بعضهم خرجت حاجه مزيانه وصلت للعباد نوردو مثلا عرفتك مش قبيل عرفتك انت تمهد لي على نوردو ما ديما نقولوا ايه نوردو نفس ستيل انا وياه اما هو يخدم في حاجه وانا ممكن حاجه اخرى بعيده شوي برك ممكن في الشبيه برشا الناس قالوا لي تشبه خوك الصغير خوه الصغير انا خوه الصغير يا خويا الكبير هو نوردو عزيز وفنان ناجح ومعليش ليه تتشبه بنوردو ان شاء الله توصل كيف ما وصل لنوردو تخدم في خدمه مزيانه والحقيقه خدمتك حلو نحكيو على زهر انساني الاغنيه هذيا الاخر اغنيه ليك احكي لي عليها كيفاش تولدت الاغنيه هي والله تولدت من وجيعه ندفع لي قداش عمرك ليه مش معناه وجيعه معناه صاي ليه نحكي لك فماش حتى حد فينا ما تقدرش وما فماش يكون عزيز عليه معناه عمل له فازه خايبه كل شيء صحيح فهمت جيت انا عملت غنايك حكيت فيها على الاصحاب حكيت فيها على الدنيا حكيت فيها على الاقراب على الاخوات على كل شيء حطيت كل اي حاجه فيها كونسيبت تاع غدره ولا تاع مثلا بشر عملك فازه خايبه حطيتها مع بعضهم في ميساج ان ديريكت فهمتني نسمعوها نمشيو نسمعوا زهري انساني الاغنيه جديده لليوسفي مشيو اكتشفوا يوسفي كان مازلتوا ما تعرفوش تدخلوا على شين يوتيوب الخاصه بي اليوسفي تعملوا سابوني وكيف كيف تمشيوا تسمعوا موزيكتو عنده موزيكا مزيانه موزيكا نظيفه موزيكا فيها ميساج بوزيتيف للناس يمكن سورتو لي جون اللي كيما اليوسفي واللي تبعوا فيه نمشيو نسمعوا زهري انساني ونرجعوا لكم في اوستار مواصلين معكم لثمانيه بتاع الليل